كشف المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومعهد جوتا المركز الثقافي الألماني في منطقة الخليج عن تفاصيل النسخة الخامسة من مشروع كتب صنعت في الإمارات، والتي ستقام في الفترة ما بين 24 إلى 28 من إبريل الجاري بالتعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل بدبي وتحت رعاية ثقافة بلا حدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مركز إكسبو الشارقة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل. يهدف المشروع إلى دعم الأدب الإماراتي وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة في مجالي الكتابة والرسم وتشجيع وتطوير كتب الأطفال التي تم تأليفها من قبل كتاب إماراتيين، هذا إلى جانب الترويج لثقافة القراءة بين الأطفال واليافعين في دولة الإمارات. تأتي رعاية ثقافة بلا حدود لكتب صنعت في الإمارات لأهمية هذا المشروع في دعم ثقافة الطفل وتوفير مجموعة من الكتب المتميزة التي تنمي مهارات الطفل الثقافية وتعزز دور الطفل في المجتمع وتغذي مخيلته. وقد جاء اختيار مركز الجليلة لثقافة الطفل بدبي لعقد ورش قصص الكوميكوس المصورة المانجا نظرا لدوره وجهوده في نشر الموروث الثقافي الإماراتي والعربي من خلال الإبداع والابتكار والفن، مما يسهم في توحيد الجهود المبذولة من قبل المنظمين لبناء جيل جديد من المؤلفين والرسامين الإماراتيين. بخصوص مشاركة مركز الجليلة لثقافة الطفل مع معهد جوتا الألماني ومع مجلس كتب اليافعين في الشارقة، سنستضيف 15 فنان في الكوميك والمانجا، وبيكون توجيههم أو من خلال خبرات خارجية أو خبرات ضليعة في هذا الموضوع لتوجيه الرسامين اللي رسم كتب بتكون كتب صنعت في الإمارات. فالكتب تمت كتابتها من خلال كتاب إماراتيين، وبتم رسمها أو الإلستريترز والرسامين بيكونون إن شاء الله إماراتيين من خلال توجيههم في هذه الدورات أو هذه ورش العمل. إن مشروع كتب صنعت في الإمارات الذي كان قد انطلق في عام 2011 لهو فكرة وطنية رائدة وحضارية بامتياز، وقد نجح المشروع بجمع كتاب ورسامين إماراتيين لإنتاج كتب أطفال إماراتية بنسبة 100% وللمرة الأولى.